أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج المشهد التي نتناول فيها التطورات في السودان، حيث أجلت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إلى الثلاثاء لقاء تفاوضيا كان مقررا الأحد مع المجلس العسكري الانتقالي، فيما سقط 11 قتيلا و12 جريحا في ولايتي شمال دارفور والنيل الأزرق. ويعاني السودان من عدم استقرار أمني متفاقم في ظل خلافات بين المجلس العسكري وقوى التغيير حول مسودة وثيقة اتفاق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية يتوسط فيها الاتحاد الإفريقي وأثيوبيا. لمناقشة إذن المشهد السوداني أرحب بضيوفي هنا في الاستديو، السيد ياسر بركة القيادي في حزب الأمة القومي، وأرحب بالسيد أحمد تقد أمين التفاوض والسلام بحركة العدل والمساواة وقيادي بقوى نداء السودان. أهلا بكم ضيفين على هذه الحلقة. أبدأ معك سيد أحمد تقد، لماذا تم تأجيل جلسة التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري؟ تم تأجيل اللقاء لأنه في عامل جديد، وجود القوى المسلحة هي جزء من مكونات قوى الحرية والتغيير، لم تكن جزءا شريكا من العملية التفاوضية سابقا. وجود هذه القوة الآن في أديس أبابا محاولة لاستصحاب القضايا التي محل اهتمام لدى القوى المسلحة، ومن ثم مشاركة وفد القوى المسلحة مع بقية مكونات قوى الحرية والتغيير في الدخول في المفاوضات مع المجلس العسكري. وبالتالي هنالك قضايا يجب حسمها في البيت الداخلي لمكونات قوى الحرية والتغيير قبل الجلوس مع المجلس العسكري. ده كان هو السبب المباشر اللي قاد إلى تأجيل العملية التفاوضية بين الطرفين. في إطار أيضا يعني هذا المشهد، يبدو أن هناك مواطن خلاف أخرى واضحة بين الطرفين، منها الحديث عن حصانة أو الحصانة القانونية التي يراد فعلا أن تكون جزء من المجلس السيادي. لماذا تم اختيار هذه النقطة أو إضافة هذه النقطة؟ يعني نستوضح المشهد. هناك مبررات موضوعية لدى الطرفين. لا شك أن الحصانة المطلقة لأي طرف من الأطراف يشتبه في أنه ارتكب أي جريمة، هذا أمر قانونا غير مقبول. ولكن في الظروف الاستثنائية نحو كالقضية الحالية في السودان، البلد الآن في حاجة إلى معالجة الأزمة السودانية برمتها، وبالتالي يمكن تأجيل أمر الحصانة. لا تكون هنالك حصانة مطلقة، ولكن يجب الاتفاق على حصانة إجرائية بحيث أن الذي يتبوأ موقعا في المجلس السيادي أو في مجلس الوزراء يتمتع بالحصانة طوال فترة وجوده في داخل المؤسسة، سواء كانت في السيادة أو في مجلس الوزراء أو في أي موقع آخر، إلى حين انقضاء أجل الفترة، ومن ثم يتعرض لمساءلة قانونية. لذلك وهنالك مبررات موضوعية للقوى التي تتهم المجلس العسكري بأنها وراء عملية فض الاعتصام والمجازر التي ارتكبت. على المجلس أن تتمسك بالحصانة كحماية على المستوى الشخصي وعلى المدى المستقبل على المدى البعيد، وكذلك على القوى الحرية والتغيير التي تنادي بالله لضرورة محاسبة أفراد القوى المسلحة، هي تريد أن توظف هذا الكرت إلى أقصى درجة ممكنة حتى يتمكن من ممارسة المزيد من الضغط على المجلس وتمرير بعض المواقف التفاوضية الخاصة. سيد ياسر بركة، يعني هذا التأجيل هل ينم عن مواضع خلاف حقيقية بين الطرفين؟ شكرا جزيلا أستاذة سوسن، وشكرا جزيلا أيضا لضيفك الكريم، وشكرا للمشاهدين. أولا هناك جزئين. الجزء الأول متعلق بأن الوثيقة نفسها أو الإعلان الدستوري نفسه هناك بعض التحفظات عليه. أنا لست قانونيا، ولكن هناك تقريبا أربعة مسائل رئيسية. أولها يعني متعلق بمسألة صلاحيات مجلس السيادة نفسه، وثانيا بفترة سريان الفترة الانتقالية نفسها، حيث أن الوثيقة ذكرت أن الفترة الانتقالية سوف تبدأ من 11 أبريل
ومما سيضفي شرعية على كل القرارات وكل التصرفات التي قام بها المجلس العسكري خلال هذه الفترة. ينبغي أن تبدأ الفترة الانتقالية من اليوم الذي تم فيه التوقيع على الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى مسألة الحصانات وفصل السلطات، حيث أن ضمن أنظمة الحكم لا توجد لا يوجد أجهزة الحكم، لا يوجد النظام القضائي، وهناك خلط في الاختصاصات وفصل الصلاحيات بين هذه الأجهزة. لكن كل هذه المسائل يمكن مناقشتها ويمكن سد الثغرات حولها. المسألة الثانية هي متعلقة باستصحاب قضية الجبهة الثورية أو قضية السلام ضمن الترتيبات الفترة الانتقالية، حيث أننا لا نريد فقط تحقيق السلام، ولكن نريد أيضا تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحفظ الحقوق الأساسية للشعب السوداني في الفترة المقبلة. طيب، هذه هي طيب كيف نفهم سيد ياسر، الوسيط الإفريقي محمد الحسن كان قد أعلن أن الطرفين توصلا لاتفاق على الإعلان السياسي لكافة هيئات المرحلة الانتقالية، ثم بعد ذلك نشاهد هذا التناقض؟ يعني هل تفاجأوا بأن هناك إضافة لبعض البنود؟ يعني كيف نفهم أن هناك إعلان عن التوقيع ثم بعد ذلك التراجع؟ هو ليس إعلان عن التوقيع، ولكن هناك على الأقل أرضية مشتركة بين الطرفين أو الإطار. كل الطرفين يتفقون على الإطار العام، ولكن الشيطان في التفاصيل كما يقولون. التفاصيل هي النقاط التي يتوقف عندها الأطراف. حتى المجلس العسكري نفسه قال إن هذه الوثيقة أو الإعلان الدستوري ضعيف في بعض جوانبه. إذن كل الأطراف متفقة أن الإعلان الدستوري يجب معالجة بعض الثغرات الموجودة فيه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التوقيع والإعلان. نعم، أشرك معي اللواء بابكر أحمد إبراهيم الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية من الخرطوم. أهلا بك لواء بابكر معنا. يعني الحديث عن الحصانة للمجلس السيادي، لماذا تشكل نقطة خلاف ورفض من قبل قوى الحرية والتغيير؟ أساسا أنا بقول إنه لسه ماشي في نقطة الخلاف الحصانة. نحن نرى أن الوثيقة كاملها بس وضعت من طرف ثالث ودفعت للأطراف الاثنين وتم قبولها في تحت تأثير ضغطي من الأطراف على المجلس وعلى الحرية والتغيير. والآن عندما الطرفين رجعوا لتفاصيل الوثيقة لقوا فيها كثير من التناقضات، لذلك نحن في الخرطوم هنا نرى أن هنالك إشكال فعلي. القضية حقيقة إشكالات كثيرة وليس هي في الحصانة فقط. مسألة الحصانة ربما تكون الحرية والتغيير لا تريد حصانة للمجلس، ولكن يعني ألم يشرف لواء بابكر يعني الطرفان على إعداد الوثيقة وكان هناك لجنة قانونية؟ أنا لا أعتقد. أنا هنالك بنود واضحة ضد رغبة المجلس العسكري وضد رغبة الحرية والتغيير، وهذا يدل أن هنالك طرف ثالث أصاغ هذه الوثيقة. نحن علمنا أن النص الوثيقة الأساسية باللغة الإنجليزية. شيء ثاني، هنالك بعض البنود داخل هذه الوثيقة لا تموت حتى للمرجعية السودانية. ومثلا هنالك من يقول أن المرجعية يجب أن تكون على المنظمة الأفريقية، وهذا ظن غريب وجديد بالنسبة للسودانيين. كل ذلك يدل أن هذه الوثيقة تعدت من أطراف أخرى وأتوا بها لكي يقبلها الطرفين. نعم، أعود لذلك نحن في اليوم الأول
كانت الاخبار تقول ان الاطراف قد قبلت الوثيقه، لكن بعد ذلك حدث ما حدث ان هنالك اختلافات، وحتى ادت حتى الى بعض الاختلافات داخل كل جانب. طيب ابقى معنا لواء بكر، ساعود لك سيد احمد تقد. يعني هل هناك طرف ثالث كما يقول اللواء بكر هو من صاغ هذه الوثيقه؟ الم يشرف الطرفان على اعداد الوثيقه؟ طبيعي في اي عمليه تفاوضيه هنالك الطرف الثالث بين الطرفين المتصارعين، وهذا ما يعني اعتادت عليه اي عمليه تفاوضيه. الطبيعي جدا ان الوثيقه تنتج من اكثر من لغه، وكل نسخه تحمل يعني الصفه الرسميه. الخلاف ليس في اللغه، ولكن الخلاف في نقطه الانطلاق. القوى الحريه والتغيير، المجموعه التي فاوضت المجلس العسكري وقدمت رؤيه او موقف قوى الحريه والتغيير، لا هذه المجموعه لا تتمتع بالسلطه الكافيه في اتخاذ القرار السياسي في داخل مكونات قوى الحريه والتغيير. من تقصد يعني؟ اقصد الوفد المفاوض لقوى الحريه والتغيير، لم يكن وفدا مفوضا لتبني كافه القضايا محل الاهتمام لجميع مكونات قوى الحريه والتغيير. وبالتالي القضايا التي اثيرت مع المجلس وتم صياغتها في الوثيقه الحاليه لم تكن محل رضا وقبول لدى عدد كبير جدا من بقيه المكونات. وده هو السبب اللي مباشر اللي قاد الاجتماع اليوم في اديس ابابا لمعالجه هذا الاختلال. ولكن الم يكن او يفترض انه كان هناك توافق مسبق من قبل قوى الحريه والتغيير قبل ان تقع في المطب وان تعود بقرارات ربما غير مشموله او غير مقبوله من قبل اطراف اخرى؟ يعني توافق داخل القوى؟ ابدا، ليس هنالك التوافق مسبقا، وهذا وجه الخلل. ما في توافق بين الاطراف. ثانيا، المجموعه التي فاوضت لن تتبنى كافه القضايا التي تهم الاطراف، ليست هنالك رؤيه موحده حتى في طبيعه القضايا اللي مطروحه في المرسوم الدستوري وفي الاعلان السياسي الحالي، لان الوثيقه تمت صياغتها على عجل، فيها ثغرات قانونيه كثيره، سقطت قضايا جوهرية مهمة، تبنت مواقف لا تشكل محل اهتمام لبعض الناس، سقطت بعض القضايا هي قضايا مهمة وجوهرية، خاصة قضايا الحرب والسلام وحسم النزاع الحربي، الاقتتال في أقاليم السودان المختلفة، لن تجد هذه القضايا الاهتمام الكبير. وبالتالي ركز الوفد المفاوض مع المجلس حول القضايا التي تهم المجموعة. الآن الوضع، العملية التفاوضية برمتها في محك حقيقي، إما أن نعود إلى منصة الانطلاق من جديد ونعالج أوجه الخلل في داخل مكونات قوى الحرية والتغيير، ويتم استصحاب مواقف كل الأطراف وإنتاج ورقة جديدة ورؤية تحمل يعني مواقف كل الأطراف، ومن ثم نجلس كجسم واحد باسم قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري لصياغة اتفاق نهائي. وبالتالي هنالك دور مهم للوساطة الحالية أن تبدأ رحلة جديدة من التفاوض، رحلات معكوكية. طيب، مع بين القوى المسلحة وقوى الحرية والتغيير من اتجاه، ومع المجلس من اتجاه، لإعادة إنتاج وثيقة تكون محل قبول بين الأطراف المختلفة. طيب سيد ياسر بركة، حتى نفهم أيضا الصورة، هل هذه الوثيقة التي تبدو غير مرضية حقيقة لكافة القوى المشاركة ضمن إعلان الحرية والتغيير، هل هي مرضية للمجلس العسكري؟ يعني هل هو متحمس لها؟ حتى المجلس العسكري أعلن أن هناك ضعف في بعض بنود الإعلان، ولكن دعيني أعطيك خلفية بسيطة عن ما يدور الآن. هناك يعني أكثر من طرف في هذه القضية السودانية الشائكة اليوم. هناك المجلس العسكري، هناك قوة إعلان الحرية والتغيير، وهناك الجبهة الثورية الموقعة وغير الموقعة، هناك أطراف غير موقعة في هذه الوثيقة. بالنسبة للحرية والتغيير والمجلس العسكري، الشراكة بين المجلس العسكري وقوى الإعلان الحرية والتغيير أيضا فرضتها ظروف موضوعية. الظروف الموضوعية هي التركة الثقيلة التي
خلفها النظام من أوضاع أمنية غاية في السوء وهكذا. لا يمكن إبعاد أي طرف من المعادلة إلا بتكلفة بشرية قد تكون كبيرة جدا جدا، ولا أحد يستطيع أن يتحمل مسؤوليتها. هذه واحدة. الشيء الآخر أن المجلس العسكري والحرية والتغيير لديهم تجاذبات، هذه التجاذبات أفقدت يعني أو قللت الثقة بين الطرفين، لذا المجلس العسكري يريد أن يضمن أن القوى الثورية لا تتحول إلى قوة انتقامية وبالتالي تتخلص من الوجود العسكري في الفترة الانتقالية، وقوى إعلان الحرية تريد ضمانات من المجلس العسكري انتقال مدني سلس بعد انتهاء الفترة الانتقالية. المجلس الأطراف الأخرى والمتمثلة في حملة السلاح من الجانبين سواء كانوا الذين ضمن الحرية والتغيير وخارجها يريدون أن تكون قضايا الحرب والسلام أولوية قبل التحول الديمقراطي. هناك أطراف تريد أن يتجه المسارين في نقاط متوازية. هذه هي نقاط الخلاف الرئيسية، ولكن في النهاية أنا متفائل من أن الأطراف تستطيع تجاوز هذه المرحلة، لأننا لا يمكن أن نقبل بالفراغ الدستوري الموجود الآن. هناك 3 أشهر لا توجد فيها حكومة، لا الاستقرار الموجود استقرار هش، ويمكن أن تنزلق البلاد في أي مرحلة من المراحل إلى حالة حرب وفوضى لا تحمد عقباها. نعم، لواء ببكر أيضا من الخرطوم، المطالبة بإعادة هيكلة جهاز المخابرات والجيش والحديث عن الدعم السريع، إلى أي مدى هذه الأطروحة مقبولة بالنسبة للمجلس العسكري؟ يا أختي، الإشكال الأساسي في هذه الوثيقة أن الأطراف جميع الأطراف لم تقبلها. حركات المسلحة الآن تقول أن فرص السلام قد ضاعت كثيرا، أنهم وضعوا كل شيء ونحن نريد أن نتفاوض. نتفاوض على ماذا؟ ما يخيفنا صراحة ليس تفاصيل الوثيقة، إنما واضح أن ما دامت كل الأطراف لا تقبل الوثيقة معناتها هذا يدل أن هنالك من وضع الوثيقة، وهذه مشكلة استراتيجية كبيرة تواجه السودان. هنالك من صنع الأحداث، وهنالك من صنع الوثيقة، وهنالك من يريد يضمر شيئا للسودان، خاصة أن الوثيقة أن محور الوثيقة أعطى كل السلطة للمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هذا يعني أن رئيس الوزراء هو السلطة الأساسية، إذ أن بقية الوزراء هم أعضاء في وزارته. إذن البلاد على عتبة وجود شخص واحد يتحكم في مصير البلاد. ونحن نخشى من تجربة كرزاي في أفغانستان، والمالكي في العراق، وكل التجارب الخارجية تدل على أن من صنع تلك الوثائق هو الذي صنع هذه الوثيقة. نحن لا نهتم بتفاصيل الوثيقة، ولكن نهتم بالمحور الكبير الذي صنع هذه الوثيقة. صحيح. طيب كيف يفهم يعني نعم يعني لواء ببكر، يعني كيف يفهم موافقة أو دعنا نقول الموافقة المبدئية من قوى إعلان الحرية والتغيير على هذه الوثيقة، ثم بعد ذلك نشهد هذا الاختلاف وهذه النقاط التي تبدو غير مرضية لبعض الأطراف في هذه القوى؟ هذا بالضبط ما حدث. هنالك وثيقة وضعت على الطاولة بين الفريقين، وكان هنالك ضغط قبل الفريقين. على سبيل المثال بالنسبه للشق العسكري هنالك خطوات تتم قبل وضع هذه الوثيقه، هنالك تقدير موقف يجب ان يوضع بمهنيه عاليه، بعد ذلك توضع الوثيقه. الان حدث العكس،
هنالك وثيقة، وبعد الوثيقة المجلس العسكري بدأ في تقدير الموقف ووجد أن هنالك مشاكل كثيرة. فهذه مشكلة حقيقية حقيقة، إن المجلس العسكري كيف للمجلس العسكري أن تفوت عليهم أن مشكلة الحركات المسلحة يجب أن تكون متضمنة في هذه الوثيقة، هذا جزء أساسي. طيب ابقى معنا لواء بابكر، أعود لك سيد أحمد تقد. بالنسبة لنقطة الجماعات المسلحة، إلى أي مدى هي حقيقة مؤثرة داخل قوى الحرية والتغيير؟ هناك كان اجتماع أيضا بين أطراف أو بين الجبهة الثورية وما بين قوى الحرية والتغيير في أثيوبيا لمحاولة استمالة هذه القوى. ما موقف الجماعات المسلحة من هذا الاتفاق؟ لدى القوى المسلحة تحفظات كبيرة على الاتفاق. القوى المسلحة ساهمت مساهمة كبيرة جدا في عملية التغيير وفي مواجهة النظام السابق. قضايا الحرب والسلام لم يعني تجد حظ أوفر في النقاش اللي تم بين وفد قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. تم إغفال قضية العدالة خاصة في مناطق النزاع، تم يعني تجاهل تام لقضايا الترتيبات الأمنية، قضاء الظلامات التاريخية التي وقعت على الهامش السوداني، محاولات التغييب المستمر لكتل كبيرة من مكونات الشعب السوداني، قضايا الاقتصاد والحرمان، جملة قضايا هي ليس فقط القضايا الجوهرية، ولكن هنالك إفرازات حتى للأزمة في مناطق النزاع. في حال يعني تناسي أو تغافل هذه القضايا، يصعب جدا الوصول إلى استقرار سياسي كامل بمشاركة كل مكونات الشعب السوداني والانتقال إلى ديمقراطية سلسة. كل المطلوب في ضرورة لوقف الحرب كمسألة أولوية وقضية وطنية، في ضرورة لإجراء ترتيبات أمنية شاملة تخاطب قضية المقاتلين. الآن في الدولة السودانية هنالك يعني هذه اشتراطات للقوى المسلحة قبل الانخراط، هي ليست اشتراطات بقدر ما هي قضايا موضوعية يجب أخذها في الحسبان حتى نتمكن من تجاوز المرحلة الحالية. طيب الآن الاجتماع ما بين قوى الحرية والتغيير وبعض الجماعات المسلحة في أثيوبيا، ما الغاية من هذا الاجتماع؟ الغاية من هذا الاجتماع هو يعني القوى المسلحة تقدمت برؤية جديدة صباح اليوم إلى بقية مكونات قوى الحرية والتغيير، والقوى المسلحة طلبت من هذه المجموعة باستصحاب هذه الرؤية الجديدة في الوثيقة المقدمة ودمجها في الوثيقة المقدمة من الوساطة. وبالتالي القوى المسلحة الآن تطالب بإدخال قضايا جديدة في الوثيقة المطروحة للتوقيع بين الطرفين، وهذا يفتح الباب للنقاش مرة أخرى، نقاش مع بين مكونات قوى الحرية والتغيير مجتمعة، ومن ثم نقاش مع بين قوى الحرية والتغيير. يعني هذا النقاش اللي كان يفترض أن يتم قبل مسبقا الموافقة على الوثيقة تماما. وده هو كان السبب اللي قاد إلى أنه نحن نقول في محاولة لاختطاف القرار السياسي في داخل المجموعة وتبني قضايا تخص مجموعات معينة ولا تعبر عن كل المكونات. طيب في هذه النقطة سيد ياسر بركة، هل هناك محاولة حقيقة لاختطاف القرار السياسي من قبل جماعات أو قوى تريد أن تستأثر بالمشهد السياسي لاحقا؟ هو ليس اختطاف، أنا لا لا لا, لا أسميه اختطاف، لكن هناك يعني أخطاء إجرائية قد تكون ارتكبت خلال التفاوض. تعرفين أن الموضوع السوداني موضوع معقد كما قلت، هناك من يضع التحول الديمقراطي على قائمة الأولويات، هناك من يضع إنهاء الحرب والسلام في قائمة الأولويات، هناك من يرى أن المسارين ينبغي أن يتجهان في بصورة موازية أو يمشيان في حزوة واحدة. أتفق مع الأستاذ أحمد في شيء واحد، وهو حزب الأمة أيضا هو كان ضمن كتلة نداء السودان فيها العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، قد طالبوا من قبل بتكوين مجلس قيادي لإدارة التفاوض، وهذا المجلس القيادي إذا تم في وقته لكان يعني تفادينا مثل هذه الأخطاء التي وقعت خلال التفاوض.
وهو ان الجبهه الثوريه نفسها سوف تكون ممثله في هذه القياده التي يجري التفاوض الان معها، لا من قبل القوى الحريه والتغيير، تقصد الجبهه الثوريه في اثيوبيا. انا قلت ان حزب الامه طالب بمركز قيادي موحد لاداره التفاوض. هذه الكتل الجبهة الثورية كانت هي ضمن كتلة نداء السودان، وهي أول الموقعين على إعلان الحرية والتغيير. التفاوض يجب أن لا يتم عبر لجنة التفاوض. التفاوض يمكن أن يتم عبر لجنة التفاوض، ولكن المرجعية تكون القيادة الجماعية للحرية والتغيير. هل مرضي عن هذه القيادة لتكون هي المرجعية؟ يعني هل هي ممثلة حقيقة لكل القوى حتى الجماعات المسلحة؟ نعم، كان يمكن أن تكون ممثلة حتى للجماعات المسلحة، ولكن الآن هل هي ممثلة؟ لا. لذلك كان الاجتماع أديس أبابا، واجتماع أديس أبابا هو لاستصحاب آراء القوى المسلحة ولتكوين إجماع حول أهداف الفترة الانتقالية. لا بد أن يكون هناك إجماع حول أهداف الفترة الانتقالية نفسها. الوثيقة صحيح وثيقة الحرية والتغيير الأولية أو الأساس الذي وقعت عليه الجبهة الثورية يضع الحرب والسلام ضمن الأولويات، ولكن مع سير التفاوض هناك بدأت هناك تحفظات من الجبهة الثورية في أن قضية الانتقال الديمقراطي أصبحت هي أولوية قبل الحرب والسلام. لذا هناك خط رجعة لاستصحاب هذه الآراء ثم المضي قدما. طيب. الآن في تقديري لا يمكن العودة إلى الوراء، لا يمكن إلغاء الإطار. الإطار قد يكون حتى الجبهة الثورية نفسها موافق على الإطار، ولكن التفاصيل يجب أن تكون هناك معالجات حول هذه الوثيقة ثم التوقيع عليه. طيب، لواء بابكر من الخرطوم، يعني ورقة الجماعات المسلحة إلى أي مدى هي مؤثرة وهامة في أي اتفاق مستقبلي، سواء بالنسبة للمجلس العسكري؟ يعني شهدنا خلال الفترة الماضية لقاءات بين حميتي وبعض الممثلين عن هذه الجماعات، والآن أيضا قوى الحرية والتغيير تجري لقاءات في أثيوبيا. ورقة الحركات المسلحة طبعا مؤثرة للغاية. الجزء الذي لا يعرفه الجميع أن الحراك الذي حصل أخيرا هو حراك بعد قامت به اللجنة الأمنية بعد دراسة متأنية للوضع في السودان، وحددت أهداف معينة من هذا الحراك. أهم هذه الأهداف أن يكون هذا التغيير، وأن تكون مخرجاته أن تكون هنالك توقف عملية الحرب والسلام، ويكون هنالك اتفاق بين الحركات وبين الحكومة الجديدة. كذلك أن هنالك هدف أساسي أن الوضع العالمي المتردي الذي كانت تقوده أمريكا يجب أن يتغير. هناك 5 أهداف أساسية. الآن كل هذه الأهداف ذهبت هباء الريح. لذلك نقول بكل ثقة أن الهدف الأساسي من هذا التغيير بدأ يتغير، وأن هنالك أيادي خفية تلعب بالسودان. ولذلك أنا أقول بكل صراحة أن هنالك طرف رابع يراقب هذا المشهد ويده على الزناد، وهو القوات المسلحة. يجب أن لا يهمل رأي القوات المسلحة. المجلس العسكري قال وكان يعبر عن ما يدور داخل الوحدات العسكرية أن هنالك محاولة انغلاق. لم يكن هنالك محاولة انغلاق، لكن هنالك رأي عام أن ما يتم الآن هو عبث، مجرد عبث. هنالك الطرفين، طرف المجلس العسكري وطرف الحرية والتغيير، وكلاهما أداؤهما السياسي دون المستوى، وليس لهم خبرة بهذه التطورات. هذه تطورات خطيرة يقودها المجتمع الدولي، وأنا أعتقد أن طرفي المفاوضات بعيدين جدا عن أهداف المجتمع الدولي. هنالك مؤامرة كبيرة تدور حول السودان، ونحن قد
تعلمنا من تجربة نيفاشا عندما كنا نظن أننا نفاوض قرن وهو الذي بيده كل الأوراق، ولكننا في النهاية سنعود لواء بكر، ابقى معنا لو تكرمت، سنعود لإكمال الحوار وضيوفي هنا الكرام في الاستديو، ولكن بعد أن نذهب لهذا الفاصل القصير ابقى معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج المشهد. أعود لك سيد أحمد، من ضمن تصور الجماعات المسلحة أيضا وما يدور من نقاش الآن مع قوى الحرية والتغيير في أثيوبيا، قدمت مشروع أو تصور للترتيبات الأمنية. كان الحديث من أنه مطالبة ربما بنزع هذه الجماعات لسلاحها مقابل مطالبة هذه الجماعات بأن يكون هناك جيش نظامي، وهنا طبعا المقصود الحديث عن الدعم السريع. ما هو تصور هذه الجماعات؟ قضية الترتيبات الأمنية واحدة من القضايا المطروحة في الورقة المقدمة من القوى المسلحة الحاملة للسلاح. وطبيعي جدا الآن في السودان قوة مسلحة خارج الإطار القانوني هي الحركات المسلحة، مجموعات قبلية أخرى، بالإضافة للقوات النظامية الحاملة للسلاح. وبالتالي السودان في حاجة إلى جيش وطني قومي قادر على تحمل مسؤوليات وأعباء الدفاع عن الوطن، ويشمل كل مكونات الشعب السوداني، وأن نركز السلاح في أيدي القوى النظامية الموحدة. لذلك جاءت فكرة الترتيبات الأمنية لمخاطبة يعني الوضع الشائك هذا. يعني فقط اعذرني على المقاطعة، الوثيقة التي تم التوافق عليها مبدئيا بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، هل تطرقت لموضوع إعادة هيكلة الجيش والمخابرات أم أن هذه المطالبة جاءت بعد الموافقة المبدئية؟ هذه واحدة من الإشكالات. الوثيقة المقدمة من الوساطة هي وثيقة الطرفين، لن يعني تشير بشكل واضح إلى عملية الترتيبات الأمنية الشاملة. هذه القضايا مربوطة بعملية التفاوض وقضية الحرب والسلام ما بين الحكومة القادمة والقوى المسلحة. ليس فقط قضية الترتيبات الأمنية، هنالك قضايا مرتبطة بقسمة السلطة بين المركز والأقاليم، مستقبل السودان، إنه كيف يدار السودان في المرحلة المقبلة، طبيعة المشاركة في المؤسسات الحالية على المستوى المجلس السيادي في حال وصول القوى المسلحة بعد عملية السلام، وكذلك طبيعة مشاركة القوى المسلحة في المجلس التنفيذي في المرحلة المقبلة، وطبيعة الأشخاص اللي يمثلون أو الكفاءات التي تشكل منها الوزارة، معايير الكفاءة المطلوبة، ووضعية القوى الحاملة للسلاح التي ظلت تقاتل على مدى عقدين من الزمن عندما تأتي، هل تكون جزءا من هذه المعادلة، معادلة الكفاءة، الكفاءات الموجودة، وبأي معيار. هذا بالإضافة لطبيعة اتخاذ القرار في داخل المجلس التشريعي. الآن تم يعني تأجيل قضية التشريع في المرحلة الحالية، ولكن السؤال الذي ظل قائما هو هل في المرحلة القادمة مجلس السيادة زائد مجلس الوزراء ما بعد يشكل جسم تنفيذ، جسم تشريعي قادر على سن القوانين والمراقبة الوضع التشريعي في البلد، أم هنالك ضرورة للاتفاق على تشكيل مجلس تشريعي في أقرب وقت ممكن؟ القضايا كثيرة وشائكة. هذا بالإضافة للقضايا المرتبطة بالعدالة الانتقالية في السودان، وقضية العدالة واحدة من القضايا الجوهرية على مستوى قضايا الحرب والسلام، وكذلك على مستوى الوضع السياسي الراهن في الخرطوم بعد فض عملية القيادة العامة، كلها قضايا تحتاج إلى نقاش من جديد. وبالتالي هنالك مهمة كبيرة للوساطة والأطراف الدولية، وكذلك للطرفين المتصارعين في مخاطبة الأزمة الحالية بروح إيجابية. سيد ياسر بركة، يعني السودانيون يحاولون التفاهم، يعني وهناك نقاشات تدور دعنا نقول في البيت الداخلي السوداني، ما وضع التدخلات الخارجية؟ هل تراجعت
أم ما زالت تحاول أن تراقب عن كثب ما يحدث في السودان؟ التدخلات الخارجية موجودة، لا نستطيع أن ننكر أن هناك تدخلات خارجية، ولكن هناك تدخلات حميدة كالوساطة الآن الأثيوبية الأفريقية، وهناك تدخلات يعني غير مقبولة وغير محببة، وهي دعم طرف وبصورة واضحة كالذي تم من قبل للمجلس العسكري. أعود لما قاله الأستاذ أحمد تود في موضوع الترتيبات الأمنية. نحن نرى أن الترتيبات الأمنية هي بتدخل ضمن المؤسسات، مؤسسات الفترة الانتقالية، سواء كانت مؤسسات عسكرية أو مؤسسات مدنية. لدينا الآن مؤسسات كما ذكر الأستاذ أحمد توجد هي خارج الإطار المعروف للدولة، واحدة منها الدعم السريع نفسه. الدعم السريع لابد أن تخضع إما للقوات المسلحة أو للشرطة، إما لوزارة الداخلية وإما لوزارة الدفاع. أضف إلى ذلك هناك إعادة هيكلة الأمن، هناك بناء المؤسسات المدنية، المؤسسات التي تساعد في الانتقال السلس إلى النظام المدني الديمقراطي. قضية السلام الآن كل الأطراف فطنت إلى أن لا يمكن أن يحدث انتقال مدني سلس من غير معالجة حقيقية للموضوع الحرب والسلام. ولكي نضع معالجة حقيقية لمسألة الحرب والسلام لابد أن نتوافق على طبيعة المشكلة، لابد من توصيف واضح وأمين لطبيعة المشكلة. هل هي مشكلة تهميش؟ هل هي مشكلة ثروة وسلطة؟ أم مسألة يعني إبعاد منظم ويعني وممنهج لشرائح محددة من الحكم في السودان لفترة طويلة جدا؟ هذه المسائل الآن كلها تخضع للنقاش، ولكن لا يمكن أن نعالج مسألة ونترك الأخرى، لابد من معالجات شاملة لكل هذه القضايا قبل أن ننتقل إلى المرحلة الانتقالية، وهي مرحلة قد في داخلها قد تحدث تجاذبات كبيرة جدا، وحتكون مسألة مرحلة صعبة جدا. صحيح. لأنه هذا يعني أنا في تقديري هيكون يعني مولد عسير جدا، ومحتاج كثير من الصبر والوعي والمثابرة لكي ننتقل لمرحلة الانتقال الدكتور. في هذه النقطة لواء بابكر، يعني ذكرت قبل الفاصل بأن المرحلة التي يمر بها السودان مرحلة خطيرة جدا، وقلت بأن الأطراف سواء من قبل المجلس العسكري أو من قبل المعارضة بممثلة بإعلان الحرية والتغيير غير مهيئة لقيادة المرحلة الحالية. برأيك من هو مهيئ لقيادة هذه المرحلة؟ المرحلة هي مرحلة انتقالية، معروف في كل أنحاء العالم، مرحلة انتقالية، مرحلة قصيرة، كل مطلوب أن تعد قوانين الانتخابات والدوائر والمفوضية، وهذا لا 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 6 شهور كفاية. أما الذي الشخص المؤهل الذي يجاوب على كل هذه الأسئلة هو الحزب المنتخب الذي ينتخبه الشعب، والدوائر الداخلية والخارجية تتفادى ذلك. ونحن نعلم أن الطرف الخارجي هو الطرف المنظم، الطرف الذي أدار 8 دول قبل أن يدير السودان، لذلك فهو يعلم تماما ما يريده. أما الأطراف السودانية الحرية والتغيير والمجلس العسكري فهي أطراف أداءها السياسي دون الوسط، لذلك ليست هي مهيئة. ما البدائل يعني؟ ما البدائل برأيك لواء بابكر؟ ما البدائل المطروحة؟ نحن نقول أن البدائل لابد من اختصار الفترة الانتقالية وتهيئة الظروف للحزب الذي يختاره الشعب ليغرر كل هذه المشاكل.
الآن هم يتحدثون عن مشاكل كرش الفيل ويريدون أن يحلوها. من هم ومن الذي فوضهم؟ إنه أنا أعتقد أن هناك استخفاف بالعقل المواطن السوداني عندما نقول أن الحرية والتغيير قد قبلت بالاتفاق، وبعد ذلك تذهب إلى أثيوبيا لتفاوض الحركات المسلحة. حركات المسلحة سمعناهم وتحاورنا معهم وقالوا أن هذا عبث وأننا لن نأتي كديكور لشيء فرضه شخص آخر. نحن على ثقة تام أن هنالك طرف رابع يراقب هذا العبث وأيديه على الزناد، وسوف يختم الموقف متى ما تطاولت القوى الخارجية وأرادت أن تلعب بالسودان. شكرا جزيلا لك لواء بكر أحمد إبراهيم الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية من الخرطوم على هذه المشاركة. كيف تعلق على ما أتى عليه السيد أحمد تقد يعني بأن الأطراف الموجودة الآن هي غير مهيئة حقيقة لقيادة المرحلة الانتقالية، أو دعنا نقول رسم ملامح المرحلة الانتقالية؟ أنا أعتقد الجزئية الخطيرة من خطاب اللواء بكر هو محاولة لتجاوز الواقع الحالي والدعوة لإنقلاب عسكري بدعوى أن الأطراف المتصارعة الآن غير جديرة بالبقاء في المشهد السياسي، وهنالك ضرورة لدعوة القوات المسلحة للتدخل والاستيلاء على السلطة، وهذا مؤشر خطير ويقود البلد إلى حرب أهلية طاحنة ولا انزلاق وإلى مآلات قد لا تحمد عقباها في المستقبل القريب. هذا الاتجاه خطير. الأمر الآخر، الدعوة للانتخابات المبكرة في ظروف موضوعية لا تمكن الأطراف السودانية في ظل الوضع الراهن التوجه إلى انتخابات. الدعوة للانتخابات بالضرورة تكون هنالك حكومة قادرة على تأمين الوضع الداخلي، تهيئة المناخ، إيقاف الحروب، عودة النازحين واللاجئين اللي هم الآن في المعسكرات بالملايين على مدى 20 عام أو يزيد. هذا بالإضافة لحالة الاحتقان السياسي المتحرك اليوم في الشارع السوداني. ده هو السبب اللي قاد الأطراف السودانية المتفاوضة الآن الاتفاق على ضرورة إطالة الفترة الانتقالية لتهيئة المناخ والاتيان بالقوانين وتوزيع الدوائر وتهيئة المواطن والانتقال السلس للعملية الانتخابية بطريقة تمكن الناخب السوداني من الإدلاء برأيه بحرية وفي جو معافى وصحي. لا لا لا. وبالتالي أي خطوة للاستعجال ودعوة الانتخابات في هذا الظرف أنا أفتكر مجرد ملهاة سياسية. نعم. غير ناضجة. طيب. الجزئية الأخرى، الوضع الحالي الوضع هش جدا، لا يمكن تجاوز أي طرف من الأطراف، القوات المسلحة، الدعم السريع، القوى السياسية المدنية الموجودة في الطرف وقوى المسلحة، لا بد من إيجاد قاسم مشترك بين كل مكونات المتصارعة الآن والاتفاق على وثيقة تلبي طموحات الأطراف جميعا. ليست هنالك في العملية التفاوضية غالب أو مغلوب، لا بد من الاتفاق على صيغة مثلى تمثل نجاح لكل طرف أو وين وين لكل طرف حتى نتمكن من عبور هذه المرحلة، وإلا سننجر إلى 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 قضايا التي أثارها بابكر. يعني طيب سيد ياسر بابكر، برأيك هل يمكن تجاوز هذه الخلافات؟ يعني هل يمكن إيجاد هذا القاسم المشترك بين كل هذه المكونات على الأرض السودانية؟ بكل تأكيد قوى المعارضة لا تريد فجوات أو صقرات يعني تترك فرص للتأويل أو الاتهاد فيما بعض في يعني في 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 الفترة الانتقالية تحديدا. ثانيا، نعرف أن النظام القديم وقع أكثر من 40 اتفاقية مع كل الأطراف ولكن لم يفي بكل هذه الاتفاقيات. كذلك نحن إذا أردنا استصحاب دروس الماضي، الشعب السوداني قام بأكثر من انتفاضة ولكن قضية الحرب لم تنتهي مع كل هذه الانتفاضات. هذه المرة الشعب مصمم على قتل كل هذه القضايا جملة واحدة وبناء دولة على منصة تأسيس جديدة، دولة مدنية كما يطلب الجميع، تكون للعسكر دور في هذه الفترة الانتقالية لكن بعد ذلك
سيذهبون إلى دورهم الأساسي المناط بهم وحماية وحراسة الدولة واستتباب الأمن، ولكن إدارة الدولة يترك للمدنيين، وهذا ما يريده الشعب. ثانيا، إضافة فقط لما قاله الأستاذ أحمد توغوت، تفكيك دولة الإنقاذ نفسها، لا يمكن أن نذهب إلى انتخابات من غير أن نتأكد أن هذه الدولة قد فككت، لأن هذه الدولة تسيطر الآن على الأجهزة الأمنية، تسيطر على الإدارة المدنية، تسيطر على الاقتصاد، تسيطر على الإعلام، تسيطر على كل شيء. لابد من تفكيك هذه الدولة وبناء مؤسسات جديدة موثوق بها وفيها ومحاربة الفساد، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة المقبلة. نعم، برأيك على عجالة سيد أحمد، هل سيتم تجاوز هذه الخلافات وستبقى المبادرة الأثيوبية الإفريقية تمثل الأرضية للمرحلة التفاوضية القادمة؟ أنا على حسب، يعني هل أنت متفائل؟ أنا ما متفائل لأسباب موضوعية. لا، أنا أرى أن القضايا محل الخلاف بين الطرفين قضايا جوهرية يصعب جدا تجاوزها بسهولة. نحتاج إلى فترة إضافية لإدارة حوار واسع، استصحاب كل الناس، ومعالجة أوجه الخلل في الوثيقة المقدمة من الوساطة، مع استصحاب اهتمامات الأطراف التي كانت لم تكن جزءاً من العملية التفاوضية السابقة. شكراً جزيلاً لك سيد أحمد تقد، أمين التفاوض والسلام بحركة العدل والمساواة وقيادي بقوى نداء السودان. أشكرك جزيل الشكر سيد ياسر بركة القيادي في حزب الأمة القومي. بذلك نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المشهد. إلى اللقاء.